هذا بابا طالعوا. انت طالعته انت رفقاته بابا ورفقاته. صار لك شيء؟ يعني انت تخيل انت بيرك في بيتك ما تحس ان البنايه كلها عقب من اول للسادس. لكن المشكله ما هي عليك، المشكله على لبنان. يعني ما في محل تبعتهم عليه. كان هو قد يضاين اكثر شيء. كله ضاين والله. فكرنا ليالي نحن والشباب سوينا بركه انه مش اذن هون وهي حاصرنا انه في عنا سبب. هذا بدنا ناكل. بنطلع ناكل. لا يا احمد هات يا حضره طبعا بيك شيء يا احمد. احمد اهدوا استهدوا بالرحمن انا خايف عليه دائما يعني مع طاقه الشباب. بس عندي اخوي احمد يعني كان مميز. يموتوا قدام عيوني قلبي برتاح وبطمن، لاني اذا هن بعاد عني واذا وحده منهم صار لها شيء راح ابكي دم بصراحه يعني.